بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أستاذة متقاعدة عملت 33 سنة، ربيت أجيال وكان العطاء ديالي مزيان. المهم الآن أنا كنعاني من واحد المرض. أوجه النداء ديالي إلى صاحب الجلالة نصره الله، وإلى وزير الصحة، وإلى المندوب الإقليمي لمدينة سطات باش يوقفوا معايا. راني كنعاني مزيان في صمت من هذا المرض ديالي من 2000، وانا كنحارب معاه من عام 2000. تزيد الكريديات، مشيت نعس في كلينيكات وتا حاجه، حتى شي نتيجه ما كاينه. والان بديت مشيت صيفطت واحد الفيديو للمندوب الصحه بمدينة سطات، قال لي خصك تمشي اول حاجه غديرها خصك تشوفي الدكتور التازي باش نقصي من الوزن ديالك عاد باش يمكن لينا نعالجوك من الداء دي فكري، هو داء الفيل. والان انا كنوجه النداء ديالي مره اخرى الى صاحب الجلاله، الى وزير الصحه، الى المندوب الاقليمي ديال مدينه سطات باش يعاونوني. راه مابقاش نبقى قاعدين باش نكون الحاله الماديه ديالي نحطت، نبقى عندي والو، نبقى عندي باش نكون لا والو. راني باكا كنعاني في الصمت وجالسه بوحدي، ما عندي تما معايا حتى واحد. كنعاود نوجه لكم النداء، عاونوني، ساعدوني، عافاكم، راني كنعاني في الصمت.